السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاي لكم النهاردة بالكنافة والبسبوسة ديت، أو البسبوسة والكنافة المحل اللي هو المشهور ده. بصراحة أنا اللي إيه من التوالي اللي جايب الحاجة على طول. هنشوفها هي حاجتين هنقول لكم رأينا فيهم أهوت. الحاجة الأولانية والحاجة الثانية أهوت مش عارف جابت المية دي منين. خلي بالكم بقى معايا، دي اسمها الأولانية، دي اسمها إيه؟ كنافة عثمانية بالقشطة، اللي هي دي كنافة عثمانية بالقشط، من اسمها طبعا منسوبة للجماعة الأتراك يعني. اهو كنافة عثمانية بالقشط، هلوم مسميات. الله، فين القشطة بقى؟ القشطة جواها؟ بسم الله ما شاء الله. شوفوا كده، لا مش عايز معالي، تحب شنو المعالي دي؟ شوفوا، ما انا هطلع اهو، بس مش بتمعن فيها كده واحبها اهو. اهو يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم. هما جايبين لها بتاع هي حلوة اول ورقة دي عشان تمسكها كده اهو، هي كده اهو القشطة هيت والكنافة هيت من فوق ومن تحت، حاجة اخر عظم اهو. شايفين ديت بكام يا عم جلال؟ دي بقى باربعين جنيه يا جماعة. ماشي، الشوية دول باربعين جنيه. بسم الله، خفيفة، سكرها قليل، مظبوطة قوي. ده على كيفك انت يا حبيبة قلب، والله على كيف. شوفوا، خفيفة، سكرها قليل، مش حاسس ان انا باكل الكنافة بقى ومليانة سكر وبتاع من ده. لا، هات البتاعة دي مبسوط منها جدا. يلا نخش على الصنف التاني بقى عشان ما نضيعش وقتنا، عشان الكهرباء تقطع. الكهرباء مخوفاك. ايوه، هات المنديل. الفيديو ده التاني ده اسمه اهو ستو كريمة، فطيرة ستو كريمة. ستو كريمة دي تقريبا كانت واحدة اسمها كريمة، وهم عملوا البتاع ده على اسمها عشان تبقوا عارفين اهو. اهوت، اللهم صل على النبي. لا لا لا، بتفكرني ببتاعة احمد امين اللي هي بالجلاش. هي جلاش، خلي بالكم بقى، انا هروح هناك بقى، انا مش هشتغل بايدي خالص يا جماعة، ما ينفعش. هي جلاش وعليه سكر وقشطة وكريمة، صح؟ جوه كريمة، بس هنفتح بقى ونشوفها. بسم الله الرحمن الرحيم، الله اكبر. يا هما اتنين كده اهوت. شوفوا يا جماعه، شوفوا عامله ازاي، هي حاجه واضحه خالص. ايوه، الكريمه اهي اللي هي القشطه دي، والسكر هنا سكر كده، بس هي شكلها جباره يعني، شكلها جامد يعني. بسم الله. هادي يا ده 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 جميله قوي 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 قوي، والله ست كريمه دي جميله قوي. عالمية، اللهم صل على النبي. دي ب 35 جنيه. دي ب 35 جنيه الحتتين دول. أي حد عايز حاجة حلوة يا جماعة، قال والله روح اجيب من الناس دي. اي حد عايز حاجه حلوه، الجلاش شوفوا دايب بيدوب في البق دوب جميل. القشطه اللي جواها اولا مش تقيله قوي، مش رخم، مش صعبه، مش هتعلي نبضه. محدش زق على نفسه. شوفوا يا جماعه، انا عايز خلاص الموضوع. الناس ديت احنا جبنا منهم مرتين قبل كده، الناس دول ناس محترمين، واشتروا منهم على ضمان تاني، ولفتهم حلوه، وهمش غاليين. خلي بالك الجوده والسعر يا جماعه، اشتروا منهم وادعوا لي بقى لما اشوفها عامله ازاي. هي نفس دي، بس هو قسمها نصين، او هي كانت حته، هي المفروض تتقسم يعني، تتاكل اربع انفار حلوين قوي. بس انا عايز اكل دي كمان عشان برضه اقول لكم كمان اكتر. الجلاش طاغي ومخرفش برضه، خرفشه خفيفه قوي من فوق، والقشطه دي عامله شغل جامد قوي. ده معموله ازاي دي؟ حلوه قوي يا ام سهيل، قوي بجد، عظيمه يعني. مش عايز اطول عليكم، اللي ما عملش اللايك لغايه دلوقتي يعمل اللايك. ودايما كده والله اتمنى ان انا كل يوم اسافر واجيب لكم حاجات، ونعمل ونكبر قناتنا دي، تبقى اكبر قناه في الدنيا ان شاء الله. السلام عليكم.